السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتونا. مع مامي كسرينيتا جايين لكم بطبق جديد النهاردة، وهو تشيكن سويت اند ساور. تشيكن سويت اند ساور وهو من الأكلات الصينية المميزة جدا للناس اللي بتحب طبعا الأكل الصيني. في ناس ما بتحبش الطعم ده، بس أنا برجحه للناس حتى اللي ما بتحبش تجربه، بجد هيعجبها بالطريقة بتاعتنا. طبعا يا جماعة في الأساس أنا بستخدم صدور من الفراخ المخلية، مش بتبقى متقطعة شرايح رفيعة، لا بتبقى متقطعة فينجرز تخينة كده، يعني الصدر بيتخلى وبعدين يتقطع شرايح طويلة بالطول، وبعدين يبدأ يتقطع مكعبات متوسطة الحجم. أنا بصراحة بحب لما تيجي عندي كمية البانيه كلها في يوم كامل أقسمها أجزاء وأعملها تتبيلات مختلفة وعينها في الفريزر تبقى جاهزة. فبصراحة دي كانت متبلة قبل كده بالصويا صوص والنشا، بس انا حبيت برضو اوريكم تاني ان بعد ما طلعتها وكانت خلاص سابت من التلج بتاعها، حطيت عليها تاني معلقتين من الصويا صوص ومعلقه كبيره من النشا. هنبدا نضيف بقى الاضافات بتاعتنا. لو هي ما كانتش متبله قبل كده هنحط الصويا صوص والنشا، ونحط بيضه واحده على الكميه ديت. الكميه دي حوالي 3 صدور، يعني 3 ارباع من الفرخه متقطعين مكعبات. وخلوا بالكم طبعا من القش، ما تعملوش العامله بتاعتي دي، ممكن تفتحوا البيضه في طبق خارجي. البيض طبعا بيبقى زفر، فهنحتاج ان احنا نحط عليه حبه من الفلفل كويسين، ونحط كمان معانا حبه من الملح علشان نتبل بيها الفراخ بتاعتنا. بس نخلي بالنا ان الصويا صوص بيبقى ملحه عالي شويه، فما نزودش الملح بتاعنا زياده، يعني يا دوب رشتين من الملح، ونقلب كله على بعضه. ولو ما كانتش الفراخ متبله من قبل يبقى هنحتاج من 2 لـ3 ساعات تتساب الفراخ في التتبيله بتاعتها عشان تبقى واخده الطعم بتاع الصويا صوص. الاهم والاساس عندي في السويت اند ساور التشيكن الصوص بتاعي. الصوص بتاعي بيعتمد على صلصه الصويا، وانا هنا بستخدم صلصه صويا قليله الصوديوم وقليله الملح. بستخدم معايا خل تفاح، البديل طبعا بتاعه الخل العادي بتاع الطعام العادي الابيض، وبستخدم الكاتشب، وكمان هستخدم معايا السكر العادي والملح، وهستخدم العسل الاسود. دي المكونات بتاعتي الرئيسيه في الصوص النهارده. اول حاجه هنحطها عندنا، هنحط حوالي معلقه صغيره مليانه من الملح في بول كده ازاز عشان نعمل فيها الصوص بتاعنا. وهنبدا نجيب كوبايه معياريه، الكوبايه دي طبعا براحتنا حسب كميه الفراخ اللي معموله عندي هعمل كميه الصوص بتاعتي. يعني احنا قلنا على الثلاث صدور فراخ متوسطه الحجم ديت هحتاج حوالي كوبايه، مش كوبايه الشاي، الكوبايه الاقل من كوبايه الشاي اللي هي كوبايه الكاكاو. كوبايه الكاكاو هي دي اللي انا هستخدمها النهارده. هستخدم مثلا كوبايه من الكاتشب، هيبقى موازي ليها كوبايه من خل التفاح، هيبقى موازي ليها 2/3 كوباية من الصويا صوص. يبقى زي ما اتفقنا، لو انا هستخدم كوباية الكاكاو يبقى انا هستخدم منها كوباية من الكاتشب، هستخدم في مقابلها كوباية من خل التفاح او الخل الطبيعي، هستخدم 2/3 كوباية من الصويا صوص. يعني الصويا صوص بتاعي هقللها شوية. طيب لو الصويا صوص بتاعي كان من النوع التقيل مش النوع الخفيف، اللي هو البلسامي اللي هو بيبقى تقيل شوية وبيبقى ملحه تقيل شويه بيبقى مركز، يبقى انا مش هستخدم كل الكميه دي، انا هستخدم 1/2 كوباية بس، مش هستخدم 2/3 كوباية. هقلل الكميه كمان شويه عشان ما يبقاش تقيل قوي عليا في الوصفه بتاعتي. هنبدا التلات مكونات دول مع الملح نبدا نقلبهم كويس قوي لحد ما يمتزجوا بعض كويس، وبعدين ابدا انزل طبعا كل الكاتشب والصوص اللي كان موجود عندي في الكوبايه حتى اخر قطره، لان الصوص كل ما يبقى حلو كده وجميل كل ما يبقى ألذ وألذ. قلبنا المكونات بتاعتي كلها مع بعض. طبعا ممكن ان استخدم في المرحله دي الهاند بلندر عشان الحاجات تمتزج اسرع، بس انا بحب اوريكم دايما الحاجات السهله والبسيطه والسريعه. يعني انا ولا وسخت هاند بلندر ولا عملت حاجه. هنا بقى المعلقه المميزه للاكل بتاعي، وهي معلقه العسل الاسود، فايده طبيعيه للجسم، فيها حديد وفي نفس الوقت بتدي طعم مميز قوي للسويت اند ساور. هبدا بقى احط معلقتين كمان من السكر. انا هنا استخدمت معلقه الطعام الكبيره، يبقى 2 كبار من السكر ومعلقه من العسل الاسود كده. انا يعني حطيت السكريات بتاعتي. طبعا لو احنا اكلنا او سالنا اي حد من اللي بيعملوه في المطاعم بره يقول لك لا كميه السكر دي قليله، احنا بنعمل ضعف الكميه. بس انا بقول لكم على الوصفه بتاعتي وعلى الكميه اللي احنا عاملينها دي، ده مناسب جدا جدا جدا، وهي طلع لكم التيست بتاعها تحفه ان شاء الله.
طبعا كده خلاص احنا الصوص بتاعنا يعتبر جاهز، مش محتاجه اني اضيف ليه اي حاجه. هبدا اقلب الحاجات وطبعا بدوقه اشوف الملح بتاعه اخباره ايه، لو احتاج مني سنه ملح ممكن ازود، بس مع وجود خل التفاح، خل التفاح بيبقى ميزة شويه عن الخل الطبيعي العادي. هقلب كل الحاجات على بعضها كويس واتاكد ان كده الصوص بتاعي بقى تمام ومية مية. الصوص هسيبه على جنب، مش هحط له زيت، مش هحط له نشا، مش هحط له اي حاجه تانية، مكوناته هي دي بس اللي احنا قلنا عليها. في المرحله ديت وانا بعمل الصوص ده، انا كنت جبت عندي حله صغيره وحطيتها على البوتاجاز، حطيت فيها زيت غويط غزير علشان هي دي اللي هحمر فيها الفراخ المكعبات بتاعتي اللي انا بدات اعملها وسايباها في التتبيله بتاعتي. السويت اند ساور تشيكن بسيطه جدا على فكره، وسهله قوي قوي قوي، اللي يعملها مره يعملها مرتين وثلاثه واربعه وعشره، وسرعه جدا. يعني لو عندك الفراخ جاهزه ومتقطعه ومتبله مش هتاخد منك 10 مينتس، يعني مش هتاخد 10 دقائق توتال كده ككله كاكله كامله. انا بجيب بقى طبق عندي مسطح كده، حطيت فيه كميه وفيره من النشا، وهبدا بقى المكعبات بتاعت الفراخ المتبله عندي ابدا احطها في النشا دوت. انا بس عندي يعني حاجة حابة ان انا اوضحها لكم، ان انا مش بحط على النشا الدقيق، الدقيق بيطري عندي في الاخر الفراخ، مش بيخليها، حتى لو حطيت شوية دقيق او شوية نشا لا، هيخلي الفراخ عندي في الاخر طرية، وانا مش عايزة اوصل لطعم ان الفراخ تبقى مبززة كده وتبقى طرية والصوص عليها مخليها طرية كده، لا انا مش عايزة كده، انا عايزة احس بالفراخ بتاعتي فيها القرمشة وفي نفس الوقت الصوص مغطيها كلها وشاربة الصوص من جوه ومن بره. يبقى انا هحط كمية وفيرة من النشا بس، مش هحط حاجه تانية، وهبدا احط معاها الفراخ واقلب الفراخ كويس قوي، كل قطعه زي ما انتم شايفين افصلها كده واقلب في النشا حلو قوي. طبعا النشا مختلف عن الدقيق، مش هينفع ان انا اعمل القصه ديت واسيب الفراخ جاهزه بالنشا بتاعها، الفراخ هتشرب النشا، فدي بعملها اون سيت يعني، وانا خلاص هحمر الفراخ، الزيت عندي بيغلي على النار وانا هحط الفراخ في الطاسه او في الحله الغزيره بتاعت الغويطه، يبقى انا بعمل المرحله بتاعت النشا دي. الفراخ هبدا اقلب كل الكميه بتاعتي في النشا حلو قوي، طبعا احتاجت النشا تاني ازود النشا بتاعي، يعني هي بتاخد كميه نشا، يعني هي الاكله كلها معتمده على النشا اساسا، مش بستخدم فيها دقيق خالص، كل الاستخدامي ليها عشان تطلع حلوه ومميزه هو النشا. الحلة عندي جاهزة، هبدأ أقلب كل الكمية زي ما انتم شايفين، في الآخر أنا حطيت كل الكمية وبدأت أحط أزود النشا نشا نشا، وأبدأ أفصله كده عن بعضه بحيث إن إيه يبقى النشا واصل لكل قطعة على حدة وتبقى مقرمشة فعلا، النشا بيديها قرمشة مميزة. طبعا التشيكن سويت اند ساور ممكن تتاكل مع كذا حاجه، ممكن تتاكل طبعا لوحدها كده بتبقى رائعه، لان انا كده كده بقطع يعني خضروات تقطيع كبير وبعملها معاها، او ان هي تتاكل مع رز ابيض ساده خالص، او طبعا تتاكل مع نودلز تتعمل بالطريقه الصيني برضو، او ممكن تتاكل مع المكرونه، المكرونه على فكره اللي هي الشرايط الرفيعه دي او السباجيتي، لو اتعملت بنفس الصوص بتاع السويت اند ساور تشيكن هتطلع حلوه جدا جدا، وبيبقى طعمها مميز قوي مع الاكله ديت. زي ما انتم شايفين كده انا حاطط كميه كبيره جدا من النشا بقى عشان ما تبقاش الحاجات ملزقه ببعضها، وبدات ان اقلب الحاجات حلو قوي وكويس قوي بحيث ان تبقى الفراخ شاربه النشا حلو قوي. يعني ايه ما بوفرش بصراحه في كميه النشا بتاعه الفراخ عشان تطلع مقرمشه قوي، انا بحبها مقرمشه. في الفتره ديت انا زي ما انتم شايفين كده خلاص الحله، اتاكد قوي ان هي تكون سخنه، لان انا لو حطيت الفراخ والزيت مش سخن الفراخ هتطلع عندي طريه في الاخر، مش هتطلع حتى لو انا عاملاه بنشا والزيت مش سخن هتطلع عندي الفراخ مش كويسه وتطلع طريه في الاخر. زيت سخن قوي حامي بدل بدا يطرقع كده ويعمل فقاقيع ديت، يبقى الزيت واصل للمرحله اللي انا محتاجاها وعاوزاها. وزي ما انتم شايفين انا نقيت حله غويطه لان النشا بيخلي الزيت يفور لفوق شويه، فنخلي بالنا من القصه ديت، لو عندي حاله التحمير الكبيره يبقى ويل اند جود، ودي حاجه كويسه، انا في الاخر ببقى محتاجاها طالعه كده باللون دوت، وزي ما انتم شايفين مقرمشه زي اللي يشوفها يقول دي جامده، لا هو ده اللي انا محتاجاه. بجيب بقى الووك بتاعتي الجميله، طب يا جماعه لو ما عنديش ووك اعمل ايه؟ اجيب صينيه، صينيه تكون كبيره بس يعني يستحسن ضد الالتصاق عشان حاجه ما تلزقش فيها،
شايفين اهي الفراخ انا بوريكو، انا بشتغل بحب اعمل الحاجات مع بعض اهو، بوريكو الفراخ اللي بدات تتحمر طالعه عامله ازاي. انا يا دوب حطيت فصين من الثوم المفرومين مع شويه زيت صغيرين في الووك بتاعتي المتحميه على النار، وزي ما قلت لكم ان انا هستخدم عندي خضار يكون متقطع تقطيع كبير. انا هنا الخضار اللي كان موجود في اليوم ده كان عندي جزر وعندي بصل وكان عندي فلفل اخضر. طبعا لو عندنا فلفل الوان هيبقى احسن واحسن، هتدي الوان اكتر في الاكله بتاعتي. لو عندي كرومب اللي هو الكابج بتاع الاكل اللي هو بتاع السلطه، ممكن احط منه في الاخر برضو شرايح رفيعة. طبعا انا ببتدي بحب ابتدي دايما بالحاجه اللي هي بتاخد سوا اكتر، وهي الجزر. اديها كده تقلبتين كده لمده دقيقه او دقيقتين في الزيت مع الثوم يتقلبوا كويس، وبعدين ابدا انزل بيه البصل واخر حاجه الفلفل لانه ما بياخدش وقت. الخضار ما بسيبوش يتهري قوي، لان يعني الاكل الصيني بيبقى الخضار فيه بيقرقش شويه، بيبقى ايه نص سوا، وده بيخليه هيلسي اكتر وبيبقى صحي كويس جدا 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 للناس، لان الخضار لسه فيه الفايده بتاعته. طبعا الثوم على حسب تذوق كل واحد، يعني ممكن احط فصين بس من الثوم يكونوا مفرومين كويس قوي، وممكن احط ثلاثه لو انا بحب طعم الثوم اكتر. انا بصراحه حطيت 3 فصوص من الثوم الكبار كانوا مفرومين كويس، لان انا عارفه ان الخضار اساسا هيشرب الطعم بتاع الثوم، ومع كميه الفراخ المعموله فاعتقد ان الكميه دي ان شاء الله تبقى مناسبه جدا، والطعم والتيست بتاعها هيطلع حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده بفضل اقلب في الخضار بتاعي على نار عاليه. على فكره انا مش موطيه النار، لان انا مش عايزه الخضار زي ما قلت لكم قبل كده يتهرى، انا عايزه الخضار يبقى يدوب بس واخد ايه من طروفه كده تحميره بسيطه. الصوص بقى اللي احنا سيبناه على جنب ننزل بيه على الخضار، هو ده وقته يا جماعه. هبدا انزل بالصوص بتاعي كله على الخضار، وطبعا ابدا اقلب الخضار في الصوص بحيث ان الخضار يبدا كده ياخد من الصوص والصوص ياخد من طعم الخضار. بجد لو انتوا شامين الريحه دلوقتي احنا قاعدين في مطعم صيني درجه اولى. انا ما زودتش ميه يا جماعه على الصوص، لان انا مش عايزه الصوص بتاعي يبقى خفيف، انا عايزه الصوص بتاعي تقيل، لان انا مش عايزه الفراخ في الاخر تبقى طريه زي ما قلنا، عايزاها تبقى مقرمشه وعليها الصوص مليها كلها. يا دوب هسيب الصوص مع الخضار من دقيقه لدقيقه ونص، اكون في الفتره ديت رحت جبت النشا بتاعي اللي هتقل بيه الصوص بتاعي، لان انا مش محتاجه الصوص بتاعي على الفراخ يكون خفيف، انا محتاجاه تقيل علشان الفراخ ما تطراش مني. هحط بالظبط حوالي معلقه ونص كبار معلقه طعام من النشا عليهم، زي ما انتم شايفين كده نص كوبايه من الميه او اقل كمان من نص كوبايه، والميه تكون فاتره ادوب فيها النشا كويس زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وهي دي كميه الميه كلها اللي انا هستخدمها في الصوص، مش هحط ميه تاني. انزل بقى بالراحه بالصوص بتاعي على الخضار مع صوص الصويا والكاتشب اللي عملناه من شويه. زي ما انتم شايفين كده النشا لما بينزل يعني بيغير لون الصوص شويه، بيفتحه شويه، بس ما تتخضوش، في الاخر اللون هيغمق كتير جدا جدا جدا، هيرجع للون الطبيعي اللي احنا عايزينه. هو النشا بس اول ما احنا ما بنحطه على البوتاجاز قبل ما يبدا يستوى بيبقى لونه فاتح عادي ابيض زي الدقيق، لكن زي ما انتم شايفين اهوت من تحت بدا يستوى ويدي اللون اللي انا عايزاه اللي هو اللون الغامق. اهم حاجه عندي ان انا ما زودتش كميه النشا عن المعلقه ونص بتوعي، وفي نفس الوقت ما زودتش كميه الميه عن الكميه ديت، لان انا مش محتاجه اكتر من نص كوبايه ميه، هي دي اللي هتتحط معايا على الصوص. وزي ما انتم شايفين كده انا محتاجه الصوص بتاعي يكون تقيل بالمنظر دوت. هقلي فيه واهدي النار، طبعا النار هنا بقى ما بتبقاش عاليه، لما اول ما ابدا احط النشا بتاعي هوطي العين بتاعتي. الفراخ بقى زي ما انتم شايفين كده محمره ومقرمشه، ابدا انزل بيها على الصوص. كل ده والبوتاجاز لسه شغال ما طفتش العين، انا بس مهديها شويه عشان النشا ما يتحرقش مع الصوص. ونزلت بكل كميه الفراخ بتاعتي، زي ما انتم شايفين انا مطلعاها هي طازه من الزيت، وعلى فكره انا ما بطلعهاش افضيها على ورق، لان الورق بيمص الزيت بتاعه وبيطريها، فانا طلعتها على وصفه عاديه خالص او على طبق عادي خالص، يعني سبتها بزيتها. والاحسن كمان انت تشيل على طول من التحمير وتحط على الووك على طول. زي ما انتم شايفين ازاي الصوص بتاعي تقيل، الفراخ هتفضل مقرمشه، النشا هيحتفظ بقرمشه الفراخ لان النشا تقيل مش خفيف مش شارب ميه. اللون زي ما انتم شايفين اغماء كتير جدا، اداني تشيكن سويت اند ساور، احلى اكله ممكن تاكلوها واحلى طعم
اتمنى تجربوها. وطبعا زي ما بنقول كل مره، اللي ما عملناش لايك وسبسكرايب يعمل لنا لايك وسبسكرايب، يوصل لكم ان شاء الله مننا كل جديد. وزي ما بنقول كل مره، استمتعوا.